في كورنثوس الأولى 13:8 بيقول المحبة تحتمل كل شيء. وفي 8 بيقول المحبة قوية كالموت، مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة والسيول لا تغمر. طبعا عايزين نعرف ايه هي المحبة التي لا تسقط ابدا. اول حاجة هي المحبة الحقيقية والمحبة الروحية، والمحبة التي لا تطلب ما لنفسها، دي المحبة التي لا تسقط ابدا. لكن اذا كانت المحبة تطلب ما لنفسها، ممكن اذا لم تأخذ ما لنفسها ممكن تسقط. المحبة الحقيقية الروحية هي التي لا تسقط. شوفوا المحبة التي بين داود وناثان، يوناثان ابن شاول. على الرغم من ان ابو يوناثان حاول ان يقتل داود كذا مرة ورماه بالسهام، لكن محبة داود بقيت لاصقة بيوناثان ولم يأخذه بأخطاء أبيه. بل حتى شاول هذا الذي أتعب داود، لما مات شاول رثاه داود بكلمة مؤثرة جدا وبكى عليه، وعاقب الذي جاء لكي يبشره بمقتل شاول. وأيضا ظل يحسن إلى جميع أهل شاول بعد وفاته، لدرجة مرة قال لأصحابه، قال لهم هل بقي أحد من بيت شاول لم أحسن إليه؟ شاول ده الذي هاجمه وطارده من بلد لبلد ومن برية لبرية ومن مغارة لمغارة، لكن محبة داود لشاول لم تسقط أبدا، كانت محبة حقيقية. بل لعل من الكلام العجيب اللي موجود في الكتاب عن محبة داود، محبته لأبشالوم. ده أبشالوم ابنه عمل فيه ما لم يعمله ابن في أبيه، وحاربوا بجيش وأخذ نساءه وأخطأ إليهم وأذلوا، وداود خرج حافيا مذلولا من أبشالوم، ومع ذلك لما سمع داود إن أبشالوم قد قتل في الحرب بكى بكاء عجيبا وقال يا أبشالوم ابني، يا أبشالوم ابني، يا ليتني مت عوضا عنك يا أبشالوم. وبكى لدرجة قال له رئيس الجيش، قال له اهدى، انت هتخلي فرح الشعب بالانتصار يتحول لمناحة؟ انت ناس اللي عملوا فيك، لازم تخرج وتحيي الشعب. ومع ذلك داود لم تسقط محبته أبدا لأبشالوم مهما فعله أبشالوم فيه. المحبة التي لا تسقط أبدا من ضمنها المحبة الطبيعية، زي محبة الله مثلا، محبة طبيعية.
وزي محبة الأم وزي محبة الأب محبة طبيعية، وفي أنواع وزي محبة الأخوة برضو زي محبة مثلا يعقوب لابنه يوسف، ولما سمع من أخواته إن قتلوا ظل حزينا عليه طول الأيام ورفض أن يتعزل. المحبة التي لا تسقط أبدا، محبة لا تسقط على الرغم من الأخطاء، على الرغم من الأخطاء مهما كثرت الأخطاء، مهما كثرت الأخطاء. لذلك معلمنا بطرس الرسول سأل المسيح قال له كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له؟ هل إلا 7 مرات؟ قال له لو أخطأ ضدك في اليوم 7 مرات 70 مرة برضو تغفر لي. دي المحبة التي لا تسقط مهما كثرت الأخطاء ومهما زادت. حتى لو الواحد ساب ومشي وبعد زي الخروف الضال، محبة الراعي لأنه قاعد يبحث عنه، زي الابن الضال ورث أباه في حياته وأخذ ماله وأنفقه بعيش مسرف، ومع ذلك محبته ليه لم تسقط أبدا، ولما رجع استقبله بكل حب وذبح له العجل المسمن وعمل له حفلة كبيرة ووضع خاتما في أصبعه وقال ينبغي أن نفرح ونسر لأن ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. محبة الرب لبطرس بعد إنكاره، أنكره 3 مرات وسب ولعن وقال لا أعرف الرجل. طبعا بيسب في مين ويلعن في مين؟ ومع ذلك المسيح لم تسقط محبته له وثبته في الرسولية وقال له ارعى غنمي ارعى خرافي على الرغم من الإنكار. لأن المسيح بيقول إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم؟ الخطاة والعشرين والأمميين وعباد الأوثان ممكن يعملوا كده، لكن أحبوا أعداءكم وباركوا لعنيكم وأحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. يعني لو حد أساء إليك محبتك لا تسقط، لو حد لعنك محبتك لا تسقط، لو عاداك محبتك لا تسقط. أحبوا أعداءكم باركوا لعنيكم، دي المحبة القوية التي لا تسقط أبدا مهما حصل. يعقوب مثلا خدع أباه إسحاق ومع ذلك قال نعم وليكن مباركا، وعلى الرغم من هذه الخديعة برضو ربنا باركه، لأن كان هذا في نية الله منذ البدء. على الرغم من الطريق الخاطئ لم يتخلى الله عن مباركة يعقوب، وظهر له في السلم الذي بين السماء والأرض وقال له ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض. عجيب ربنا في محبته. من ضمن محبة ربنا قبوله للمرتدين، يعني إنسان يرتد عن الإيمان ويرجع ربنا لا يحاسبه على الماضي اللي ارتد فيه وإنما يقبله إليه.
بل يفرح به ويقول لا أشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع ويحيى. ولذلك الشعب حتى بعد أن عبد الأصنام وبعد أن عبد العجل الذهبي محبة ربنا لم تتخلى، لم تسقط أبدا. والكتاب يقول حتى إن كنا نحن غير أمناء ربنا يبقى أمينا، أمينا لعهوده ولمحبته. مغفرة ربنا حتى للذين تركوه تدل على إن محبته لا تسقط أبدا. بل ربنا أيضا حتى بالنسبة للذين صلبوه، هذا الصلب وكل إهانات الصليب لم تجعل محبة ربنا تسقط ليه، بل نجد عبارة لطيفة جدا قالها المسيح على الصليب: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. كل ده يا رب وبرضه تغفر، يقول لك محبتي لا تسقط أبدا. ده أكتر من كده، الجندي الذي طعنه بالحرب على الصليب اقتاده للإيمان وقال حقا كان هذا ابن الله لما شاف معجزات الصليب، وصار فيما بعد قديسا ونذكره في السمكسار اسمه القديس لونجينوس اللي طعن المسيح بالحرب. كتير من الكهنة الذين قاموا ضد المسيح رجعوا وقبلوا الإيمان وقبلهم أيضا ومحبته لم تسقط ليهم. أهي جهالات، ربنا قلبه كبير وبيغفر كتير. ربنا أحب العاقر التي لم تلد وأعطاها بنين وقال لها وسعي خيامك. تمثل النفس العاقر التي لا تلد فضيلة، برضو ربنا يصبر عليها، محبته لا تسقط أبدا. حتى للشجرة التي لم تعطي ثمرا 3 سنين ورا بعضيها قال ايه؟ اتركها هذه السنة ايضا ونقب حولها واضع زبلا جايز تدي ثمر فيما بعد، اتركها هذه السنة ايضا. محبة ربنا لا تسقط بالنسبة لأخطائنا ابدا، وهو يريدنا هكذا. مهما أخطأ إلينا الناس محبتنا لا تسقط أبدا. ما أجمل معاملة يوسف الصديق لأخوته الذين حسدوه وأهانوه وألقوه في البير وكانوا السبب في كل الضيقات التي حلت عليه، ومع ذلك لما شافهم تحنن عليهم وبكى وأحسن إليهم وأسكنهم في أرض جيدة في مصر في أرض جاسان، واهتم بيهم طول مدة حياته معهم وخجلوا من محبته. محبته لم تسقط أبدا، بينما لما عرفوا أن يوسف ارتعبوا خافوا لألا ينتقم منهم أو يحاسبهم حسب أعمالهم أبدا. محبته لم تسقط أبدا، قال لهم أنتم أردتم بي شرا والله أراد بي خير، ما تتضايقوش وأحسن إليهم. دي المحبة التي لا تسقط أبدا. أيضا
محبة الراعي لرعيته لغنمه مهما حصل. عندنا مثل عجيب جدا هو مثل داود النبي في صمويل الأول 17، كلام عجيب جدا يدل على المحبة التي لا تسقط مهما كانت الصعوبات. يعني قلنا في الأول مهما كانت الأخطاء، دلوقتي نقول مهما كانت إيه الصعوبات. قال داود لشاول: كان عبدك يرعى لأبيه غنما، فجاء أسد مع دب وأخذ شاة من القطيع، فخرجت وراءه وقتلته وأنقذتها من فيه، ولما قام علي أمسكته من ذقنه وضربته فقتلته. قتل عبدك الأسد والدب جميعا. ايه ده؟ أسد ياخد شاه ودب ويبر بيهم؟ طب ما يخاف الراعي. لا ما يخافش، يقف والمحبة بتاعته لا تسقط لهذه الشاه حتى لو عرض نفسه للأسد والدب جميعا. هجم عليه وخدت منه وأنقذها من فمه، ولما قام عليه ضرب. ده ايه القوة دي؟ قوة المحبة اللي تخليه يتعرض للأسد والدب لكي ينقذ منه الشاه. محبة لا يمكن أن تسقط مهما كانت الصعوبات أو العوائق. نسمع عن البحارة اللي كانوا مع يونان، عرفوا أن يونان بسببه هذا النوء العظيم عليهم، بسبب الأمواج والرياح، وقرروه. إيه الحكاية؟ قال لهم أنا هربان من ربنا. حاولوا إنقاذه بكل الطرق، وبدأوا يخففوا من الأثقال اللي في السفينة ويرموا بعضيها ويضحوا بعضيها علشان ينقذوه وينقذوا السفينة، لغاية لما هو قال لهم ارموني بقى ما فيش فايدة. وصلوا وعملوا قرعة وبذلوا كل جهود، محبة لم تكن تسقط مهما كانت الأسباب الموجودة. محبة نعمة ورعوس، عمرنا ما شفنا محبة بنت مع حماتها زي نعمة ورعوس. كل واحدة فيهم بتحب التانية بشكل عجيب، على الرغم من ان الزوج والابن اللي كان بيربطهم مات، وعلى الرغم من ان نعمة لم تكن من بلد رعوس، رعوس كانت موابية وغريبة، لكن المحبة كانت موجودة لا تسقط. محبة لا تسقط بسبب الجنس او الغربة او غيره. محبة السامري الصالح لذلك الرجل اللي ملقى ومن جنس مختلف، وهما الاثنين ما بيعملوش بعض، لكن ربنا ادانا مثل عجيب عن هذه المحبة التي لا تسقط. المحبة التي تنتصر على كل الصعوبات. عند الصليب كانت محبة يوحنا الحبيب أعظم محبة، فضل ماشي ماشي لحد الصليب ووقف. ده كان كل واحد ينتمي إلى اسم يسوع الناصري ممكن ياخدوه ويقتلوه أو يقبضوا عليه أو يعملوا فيه أي حاجة، لدرجة بطرس خاف وأنكر، لكن يوحنا لم يخف. محبة النسوة اللائي وقفنا جنب الصليب ما خافوش أبدا مهما كانت العوائق. محبة يوسف الرامي اللي راح لبيلاطس يطلب جسد يسوع، ده في الظروف اللي زي دي الكل بيخاف والكل بيهرب، لكن ده ما خافش وما هربش وقال له أنا عايز جسد. ومحبة نيقوديموس أيضا التي لم تسقط أبدا، ودافع عنه في مجلس السنهدرين واشترك في تكفينه مع يوسف الرامي، وصار فيما بعد من تابعيه
ومن الأساقف الأول. محبة لا تسقط مهما كانت العوائق. عندنا واحد في تاريخ الكنيسة اسمه القديس يوليوس الإفراسي، ده كان اللي بيكتب سير الشهداء، وكل ما شهيد يقتلوه يروح وياخد جسده ويكفنه ويعتني بيه، بينما كل انه يعتني باجساد الشهداء معناها انه منضم لهذه المجموعة من المسيحيين المضطهدة، لكن مع ذلك ما كانش يهمه. محبة لا تسقط ابدا مهما كانت الصعاب ومهما كانت العوائق، مش ممكن ابدا ان المحبة تسقط. لعل من المحبة التي لا تسقط ابدا ومن امثلتها العجيبة محبة ابراهيم لربنا، اللي يقول له خذ ابنك وحيدك الذي تحبه اسحاق وقدمه لي محرقة على الجبل الذي اريك اياه. ايه يا رب ده؟ دي حاجة يمكن فوق احتمال الطبيعة البشرية. ابن الموعد اللي انتظره سنين طويلة واللي بيحبه وحيده يقدمه محرقة. لكن محبة ابراهيم لربنا لم تسقط ابدا. لا يا رب، انت تزيد وانا انقص، ابني اقدمه ومعزش ابني عندك. عشان كده ربنا بارك ابراهيم، لانه حتى ابنه وحيده معزهوش عنه. المحبة التي لا تسقط ابدا اللي قال عليها ربنا يسوع المسيح، من احب يعني ابنا او ابنة او اب او ام او اخ او اخت اكثر مني او زوجة فلا يستحقني. لكن المحبة بين الانسان وبين ربنا مهما كانت الظروف لا يمكن ان تسقط. شوفوا من محبة الرعاية، القديس بطرس خاتم الشهداء لما أرادوا أنهم يهجموا على الشعب عشان يمضوا، بطرس قال ما يتأذيش الشعب، أنا أتأذي لكن هو ما يتأذوش، وعمل طريقة وحيلة أنه يخرج من الكنيسة ويسلم نفسه للولاة يقتلوه والشعب ما يجرالوش حاجة، أنا اللي يجرالي ليكم لكن أنتوا نفسكم محدش يعمل حاجة مهما كان. محبة الراعي الذي يبذل نفسه عن الخراف، محبته لا تسقط أبدا لهؤلاء الخراف حتى إن كان الأمر أن يبذل ذاته عنهم. تصوروا من جهة محبة ربنا ان فيما نحن بعد خطاه مات المسيح لاجلنا. طب يا رب دول خطاه وما يستاهلوش. لا، محبتي لا تسقط ليهم حتى وهم في عمق خطيته، محبتي تظل محبة ونحن اموات بالخطايا، ما يهمش. ادي محبة ربنا العجيب، مهما كان الثمن، مهما كان الثمن. شوفوا كلمة لطيفة قالها ربنا عن محبته لرعيته في حزقيال 34، بيقول ايه؟ انا ارعى غنمي واربطها، يقول السيد الرب، واطلب الضال واسترد المطرود واجبر الكثير واعصب الجريح الى اخره. حتى لو ده ساب ومشي وضل، وحتى لو بعد برضو المحبة لا يمكن. انا اطلب الضال واسترد المطرود. المحبة التي تنتصر على كل الاغراءات. شوفوا يوسف الصديق ايه الاغراء اللي كان موجه ليه، لكن المحبة محبته لربنا انتصرت.
ولو أدى الأمر يترمي في السجن، ولو أدى الأمر أن تطلع عليه سمعة رضية، ما يهمش، محبته لله لم تسقط أبدا، لم تسقط أمام الإغراء ولا أمام التهديد ولا أمام المستقبل الرديء الذي ينتظره. محبة الناس لربنا مهما كانت التجارب والضيقات. شوفوا أيوب الصديق، ضاع منه أولاده وضاع منه كل أملاكه وبيته وما فضلوش حاجة، وقال الرب أعطى الرب أخذ، ليكن اسم الرب مباركا في كل حين. هل سقطت محبتك يا أيوب لربنا على الرغم من كل التجارب؟ أبدا، ربنا هو ربنا. حتى بعد ما صحته ضاعت وضرب بقرح رديء من رأسه إلى قدميه، ظلت محبته لربنا لم تسقط أبدا. أنت مش إنسان تجي له تجربة يقول لا ما عدتش أروح الكنيسة، ما عدتش أصوم، ما عدتش أتناول. لا، المحبة الحقيقية لا تسقط أبدا. لما تشوفوا عذابات الشهداء والتهديدات التي هددوا بها وحتى الإغراءات، إن المحبة وقفت ضد الإغراءات ووقفت ضد التهديدات ووقفت ضد ألوان التعذيب وضد السجن والجلد والسحل وكله، المحبة لا تسقط أبدا. دي المحبة اللي ربنا عايزنا نحب بيها. من أعظم الأمثلة في العهد القديم دانيال والثلاث فتية. تسيب ربنا ولا نرميك في جب الأسود؟ أهي قصاد جب الأسود. المحبة لا تسقط أبدا، ولا تخاف من جب الأسود. لما سمع دانيال بالحاجات دي طلع للعلية بتاعته فوق وفتح النافذة الطاقة التي تطل على أورشليم، وسجد لربنا قصاد كل الناس المهما كان، ولو أترمي في جب الأسود، ولو أترمي في جب الأسود. عشان كده محبة ربنا ليه عوضته. إلهي أرسل ملاك فسد أفواه الأسود. والتلت فتية، التهديد قصادهم انهم يلقوهم في اتون النار، ولا يهمنا ولو نترمي في اتون النار، لكن محبه ربنا، محبتنا لربنا لا تسقط ابدا، ولو كان في اتون ولو كان في جب اسود. هذه محبه، المحبه التي لم تسقط على الرغم من كل التجارب، محبة تلك القديسة الأم اللي ذبحوا أولادها الخمسة على حجرها وهي تشجعهم وتقويهم أن يثبتوا في الإيمان. إيه دي؟ يا ما إنسان يقول يا رب أنت سيبني، يا رب أنت مش سائل فيا. لا، حتى لو ذبحوا أولادها على حجرها محبتها ربنا لا تسقط أبدا، وتشجع الأولاد أنهم يستشهدوا وهي قلبها بيتذبح في هذا التعذيب كله، لكن محبة لا تسقط أبدا. هذه المحبة اللي الناس أحبوا بيها ربنا وعاشوا يبذلون كل شيء من أجله. محبة ربنا التي لا تسقط أمام الباب الضيق وأمام الطريق الكرم وأمام التجارب والضيقات، بل أكثر من كده، احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. احنا عايزين محبتنا لا تسقط بالنسبة لربنا، ومحبتنا لا تسقط بالنسبة لإخوتنا وبالنسبة لبعضنا البعض مهما حدث. ربنا أحيانا يختبرنا باختبارات معينة لكي يعرف هل المحبة عندنا ثابتة ولا لا.
هل المحبة ثابتة ولا لا؟ هل محبتنا حقيقية ولا لا؟ وهل هي ممكن انها تسقط ولا لا؟ لذلك سمح ربنا بالنسبة لأولاده ان تقع عليهم تجارب وضيقات لكي يختبر الحب الذي فيهم هل هو ثابت ام غير ثابت. والناس اللي ثبتوا في محبته ولم تسقط محبتهم هم اللي هيعيشوا معاه في الملكوت، زي ما ربنا يسوع المسيح قال لتلاميذه: أنتم الذين ثبتتم معي في تجاربي. لكن واحد يجي له إغراء من بعيد يروح واقع على الأرض، يجي له تهديد من بعيد يروح واقع على الأرض، يجي له ضيقة يروح واقع على الأرض، تجربة يروح واقع على الأرض، إيه فين محبتك؟ ده اللي ربنا يقول له عندي عليك إنك تركت محبتك الأولى. شوية تجارب يهزوك، شوية متاعب يهزوك، لا، المحبة القوية الحقيقية لا تسقط أبدا. مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة لأنها زي النار اللي أيدا، والسيول لا يمكن تجرفها ولا تغمرها لأنها محبة قوية. بهذه المحبة بنيت الكنيسة، وبهذه المحبة عاشت طول الأجيال، وبهذه المحبة عاش الشهداء وعاش القديسون واحتملوا التجارب وحروب الشياطين، وظلت محبتهم ثابتة لا تسقط أبدا. نكتفي بكده، اتفضل صلي.